السلام عليكم. في هذا الفيديو عندنا مجموعة من اللانس الجاهزة للأفلام تعمل على الإصدارات التي تدعم فلتر لومات لكرر. طبعا إصدارات إصدار سيسي، الإصدارات الأخيرة من نسخة سيسي 2013، سيسي 2014 وسيسي 2015. اللي حاليا عندنا في الفيديو هو سيسي 2015. عندنا هذا الفيديو للورود، راح نضيف عليه فلتر لومات لكرر. نروح على فيس ونكتب في البحث لوماتري كلر، ظهرنا في مجلد كلر كوركشن، نسحبه ونخليه على الفيديو. بعدها نروح على الإيفكت كنترولز، بعدها من لوماتري كلر هنا نروح على بيسك كوركشن نفتحه، بعدها نروح على إنبوت لوت أو لات، نضغط على نان، بعدها نختار براوز، بعدها نروح على المجلد اللي احنا حملناه. طبعا رابط التحميل راح يكون في وصف الفيديو. وأيضا هذه المؤثرات تعمل الأفتر إيفكت، أدوبي فوتوشوب، أدوبي بريمير، دافنشي ريزولف، فاينل كات برو اكس، وسبيد جريد. راح يكون عندنا مجلدين، نفتحوا هذا، عندنا صيغتين، تختار الصيغه اللي تناسبك، اثنيناتهم نفس الشيء، نختار كيوب مثلا، اول واحد الفوجي، طبعا هاي انواع من الكاميرات، نختار اوكي. لاحظ معي الفرق، لو شلنا الفلتر لاحظ معي كيف راح يكون بهذا الشكل. لو جينا وغيرنا مثلا، نختار براوس، نختار مثلا فوجي 4000 مثلا هنا، لاحظ معي كيف راح يكون ايضا التاثير. لو جربنا كاميرا اخرى مثلا وجينا على هذه، اوكي لاحظ معي الصوره كيف راح تكون بهذا الشكل. لو اردنا التقليل من هذا التاثير، يعني تاثير ممكن نعمل 90%، ممكن نضيف adjustment layer، كليك يمين new item، تختار adjustment layer وتختار اوكي، تحذف التاثير من الفيديو، نروح على في كنترولز ونحذفه بهذا الشكل. بعدها نروح على adjustment layer، نسحبها ونخليها فوق الفيديو. ايضا adjustment layer فائدتها انه ممكن نطبق هذا التاثير على كل التراكات اللي تحت adjustment layer. نختار adjustment layer، نروح على effects ونسحب اللومات اللي كرر على adjustment layer. بعدها نروح على fade controls، نروح على basic، نروح على none، نختار rows، نختار كاميرا معينه مثلا هذه الكاميرا. بعدها لو رحنا على opacity هنا وقللنا، لاحظ معي كيف راح يقل التاثير بهذا الشكل. لو اردنا ان نحتفظ بهذه الملفات داخل البريمير، يعني مباشره اول ما نضيف اللومات لكرر نروح نختار من الخيارات الموجوده. لو جينا احنا مثلا اختارين adjustment layer، رحنا على اللومات لكرر ورحنا على الانبوت لات، اخترناها عند مجموعه من الخيارات الجاهزه، هذه تاتي مع فلتر. لو اردنا ان نضع تاثيراتنا اللي احنا حملناها او اي تاثيرات اخرى سابقه احنا حملناها مع هذه الملفات، سنقوم بعمل نسخ لها. لو جينا على المجلد، اخترنا مثلا كيوب هنا، عندنا هذه الملفات الموجودة هنا، اخترنا كل الملفات، عملنا لها كوبي، ورحنا على هذا المسار C Program Files Adobe Adobe Premiere Pro CC 2015 Lumatri LUTs والتكنيكال. تفتحوا هذا تكنيكال، كليك يمين بيست، بعدها لصقت الملفات بهذا الشكل. روحوا للبريمير، نخرج منه، نحذف الأدجستمنت لاير، وروح نضيف الأدجستمنت لاير من جديد بهذا الشكل، نروح نضيف الفلتر من جديد، اسحبه على adjustment layer، نروح على fade controls، نروح على basic correction، ومن هنا لاحظ معي كلها انضافت الى البرنامج. طبعا انت ممكن تضيف كل التاثيرات السابقه اللي احنا نزلناها في القناه. ايضا عندنا التولز، لو اخترنا براوز عندنا التولز هنا، لو فتحناها طبعا ايضا فيها الشادو وفيها الفينت وفيها جميع الامور الاخرى، تختار مثلا هنا، لاحظ معي كيف صار قبل وبعد بهذا الشكل. ان شاء الله يكون فيديو واضح، لا تنسى دعمنا بالضغط على زر لايك، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.